وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم الحسين اليمني، مرشح تحالف فيدرالية يسار بالمحمدية، خاصة أن ساكنة مدينة المحمدية تعقد آمالا كبيرة على تحالف اليسار بعد التجارب السابقة للمجالس الجماعية. أهلا وسهلا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، مرحبا بالمتابعين ديال الموقع ديال الأنفاس بريس، اللي كنتمناو ليه كل التوفيق والنجاح. هذا الموقع اللي كيعانق القضايا ديال الكادحين وديال الطبقة العاملة وديال عموم الشعب المغربي، وأنا سعيد اليوم باش نكون معكم في هذه الحلقة لنتحدث حول هاد الانتخابات اللي كتجرى في المغرب نهار 8 تنبير. بداية سي يماني، لماذا ترشحك مع فيدرالية اليسار؟ واش هذه هو الترشح ديالي؟ جا أنا بحالي بحال الأغلبية الساحقة ديال المغاربة اللي كيقاطعوا الانتخابات واللي ما كيامنوش بهاد الانتخابات في المغرب، ولكن من بعد تفكير عميق وعميق جدا من شت بانه الانتخابات بالشكل اللي كدار والمقاطعه اللي كاينه لا تنتج سوى نفس مجموعات ديال الفاسدين والمفسدين ديال العمليه السياسيه والانتخابيه، ومنين عرفت بانه لابد خص يكون عندنا دور ديال المساهمه ديال التغيير واستغلال الهوامش المتاحه حاليا في اطار القوانين الجاري بها العمل في الافق ديال اننا غنناضلوا جميعا من اجل اصلاحات سياسيه ودستوريه لتوسيع الهامش ديال الحريه والممارسه ديال المنتخبين والممارسه الفعليه ديال السلطه ديال الشعب. اذا من هذا الباب هذايا قررت على اساس انه نترشح بجانب الاخوات والاخوان ديالي في التحالف ديال فيدراليه اليسار، لإيماني بالقيام ديال اليسار وديال وحدة النضال من أجل الترافع على قضايا الشعب المغربي وعلى قضايا ديال عموم الكادحين في المغرب، وخصوصا في مدينة المحمدية، هذه المدينة العزيزة علينا اللي جينا لها واللي عطتنا الكثير والكثير جدا، وأعتقد من خلال التراكمات ديالنا في مجموعة ديال التجارب ديالنا جاء الوقت ديال رد الدين لمدينة المحمدية من أجل تحملها المسؤولية ديال الدفاع عليها القضية ديال الساكنة ديال مدينة المحمدية. وعلاش تحالف فيدرالية اليسار؟ لأنه هذه لحظة ديال الانتخابات فقط، وحنا الرهان ديالنا ماشي هو الانتخابات، الرهان ديالنا هو تأسيس حزب يساري قوي من بعد الانتخابات اللي غدوز نهار 8 تنبير، لأنه لم يعد أمل هناك في المغرب إلا لتحالف فيدرالية اليسار من بعد، على أساس أنه جميع الأحزاب اليوم التي تهرول ذات اليمين وذات اليسار أبانت عن فشلها الذريع في جميع ديال التجارب السابقة، وتوضح للجميع بأنه غير مستقلة في قرارها وتعمل على حسب الإملاءات الموجهة إليها من قبل القائمين على الشؤون. وحنا من الموقع ديالنا ديال التحالف الناس ديال الاستقلالية في القرار، والناس اللي عوارين على راسنا، المناضلين الصامدين ديالنا من أجل رفع ديال التحدي وتوقيف هذا النزيف وبعث الامل بالنسبه للمغاربه، لانه من بعد الفشل ديال الانتخابات اعتقد بانه صعيب المغرب يدخل شي خيارات اخرين من غير الخيار ديال الاستقرار والخيار ديال بعث الامل لعموم المواطنين والمواطنات. نعم سي مريد، يعني بخصوص تجارب المجالس الجماعيه السابقه عرفت مجموعه من المشاكل وخيبت انتظارات الساكنه ديال المحمديه، شنو التقييم ديالكم ديال التجربه ديال هذه المجالس الجماعيه خاصه في السنوات الاخيره؟ واعتقد احنا امام واقع ملموس لا يرتفع، وما يمكنش يوصفنا شي واحد بالتجني او بالكذب على شي حد. الى درنا واحد الاستقراء بسيط وهذا الشيء كنلمسوه داخل الحمله الانتخابيه اللي كنخرجوا الازقه والشوارع ديال مدينه المحمديه، جميع المحمديين والمحمديات ساخطين على التجارب اللي وقعت داخل الجماعه ديال المحمديه، لانه مدينه جميله ورائعه جدا بالموقع اللي عندها وبالموارد اللي عندها، ولكن الوضع الواقع اللي فيها يعني لا يشرف احدا ولا يفرح احدا. ولذلك احنا باش نكونوا واضحين نسميو الاسماء بمسمياتها، احنا خارجين من التجربه الاخيره اللي كان فيها حزب العداله والتنميه اللي مواليه دابزوا بيناتهم وداروا التجربه الاولى والتجربه الثانيه، ومن بعد هداوا الرئاسه ديال الجماعه للحزب ديال الاحرار. قبل منهم كانت تجربه ديال الاصاله والمعاصره، واللي جميع المغاربه عارفين كيفاش شنو وقع من تدمير ديال المناطق الخضراء ومن بناء ديال الغابات الاسمنتيه ومن التجاهل ديال القضايا الاساسيه والجوهريه ديال الساكنه ديال المحمديه. وقبل من هذه التجربه كانت تجربه ديال الاحرار، يعني في اطار الرمز ديال الحمامه
اللي اعتقد حتى هي لا تقل كارثيه وسوءا على التجارب الاخيره. اذا من بعد هذه الثلاثه التجارب الاخيره حنا كنا امام مجالس جماعيه برؤساء كان همهم هو خدمه قضاياهم الخاصه والتجاهل ديال القضايا ديال المدينه ديال المحمديه، ولعل الساكنه ديال المحمديه كلها اليوم تبحث على بديل اخر في اطار يعني نفس جديد. وحنا بالنسبه لنا في التحالف ديال فيدرات اليسار حتى من خلال الحمله اللي كنقودوها في المحمديه من خلال النظافه اللي كتمتع بها الحمله ديالنا والاحترام ديال التدابير الاحترازيه، وامام الاستعمال الفاضح والمفضح ديال المال من جميع التجار، وكذلك الاستغفال باسم الدين اللي هو المشترك ديال جميع المغاربه، اعتقد بانه بدون ما ننفخوا في ذاتنا يبقى الامل الوحيد اللي يمكن نعولوا عليه داخل المحمديه هو التحالف ديال فيدراليه اليسار، خصوصا وانه اللائحه ديالو تتضمن مجموعه من المناضلين النساء والرجال الذين ابانوا على كعب طويل في المسارات وفي القطاعات اللي كانوا فيها، رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه ولم يبدلوا تبديلا. والمحمديه تحتاج الى النوع ديال هاد المناضلين ديال هاد المستشارين داخل الجماعه وكذلك داخل الجهه وداخل البرلمان اللي يترافعوا على القضايا ديال الشعب المغربي ويقولوا الحق بدون الخوف من اي كان، ويمارسوا الصلاحيات ديالهم بدون ما يتنازلوا عليها لشي حد اخر سواء على مستوى الجماعه او غيره من ذلك. اذا احنا جايين كمناضلين في السياسه، ما جايينش كتجار ديال السياسه لا عبر المال او على استغبار استغلال ديال الدين، احنا جينا نتعاقدوا مع الناس ديال المحمديه من اجل بناء تجربه جديده ونموذج جديد للتدبير الجماعي يقطع مع ما سبقه من تجارب الفشل والفساد. سيدي مالك، باش كتشوفوا ممارسه ديال الصلاحيات ديالكم مستقبلا سواء كنتم في التسيير او في المعارضه داخل الجماعات المحمديه؟ احنا باش ما نقولوش شي حاجه اللي خارجه على السياق، احنا كنامنوا بان داخل الانتخابات في اطار قانون منظم هو الانتخابات ديال الجماعات الترابيه. احنا هذا القانون قريناه مزيان وفهمناه وعرفنا شنو هي الصلاحيات وشنو هما الاختصاصات ديال مجلس الجماعه. احنا اللي غنديروا هو انه هذوك الصلاحيات ديالنا لن نتنازل عنها، سنمارسها بكل ما في القانون من معنى. وهذا الشيء هو اللي كان كينقص التجارب السابقه، رؤساء لاعتبارات معينه كان كيتنازلوا على صلاحيتهم لفائده السلطه الوصيه، ونظرا للضعف ديالهم وعدم الثقه ديالهم في نفوسهم كانوا كيسمحوا في هذه الصلاحيات. وهذا الشيء يمكن نقولوا لكم حتى على مستوى الحكومه، على مستوى رئاسه الحكومه، لان خصنا نعرفوا بانه هذه الانتخابات راه كدار كذلك من بعد الدستور ديال 2011 اللي خرجوا فيه المغاربه في الحركه ديال 20 فبراير وجابوا دستور جديد اللي جاوا فيه مجموعه ديال الصلاحيات وواحد الهامش ديال الحريه وديال الممارسه. للاسف هو انه رئيس الحكومه، الوزراء، النواب البرلمانيين، المستشارين في الجهه، المستشارين في الجماعه سمحوا بالصلاحيات اللي اعطت لهم. وبقاو كيتفرجوا على اساس انه كيدار بهم التشريع او كيدار بهم القانون. او الحال على انه الاراده ديال الشعب نهار صوت على الناس باش الناس تمارس صلاحيتها في اطار ما ينص عليه القانون. اذا من هذا الباب احنا الهدف الاول وحنا علنا في النداء ديالنا هو اننا نخدموا وغادي نتصدوا الوصايه ديال السلطه وغادي نكونوا مستقلين في القرار ديالنا، وحنا جايين باش نخدموا المصالح ديال الناس ديال المحمديه وما جايينش باش نخدموا مصالحنا باش نعطيو الترخيص على اساس نبنيو سيزيام ايطاج على البحر، او اننا باش نقلعوا النخل، او اننا باش نسمحوا للناس يبنيو في الرمل، او اننا باش نجيبوا شركات ديالنا باش نعطيوها صفقات يعني عموميه. حنا جايين واضحين، راس المال ديالنا هو وجهنا، هي مصداقيتنا، هو تاريخنا النضالي، والناس ديال المحمديه يتحاسبوا معنا على هذا الاساس. نعم، وما هي اهم ملامح البرنامج اللي صار بالمحمديه وفضلا عن احداث قطيعه مع نمط التسيير ديال اللي كان المشاكل اللي كانت في المجالس الجمعيه السابقه؟ البرنامج حنا ما غاديش نخلقوا شي حاجه غادي تجي من السماء. حنا البرنامج ديالنا هو الانتظارات ديال السكان ديال المحمديه، والانتظارات ديال السكان ديال المحمديه الا بغينا نعرفوها راه هي واضحه، تبتدئ من النظافه، تمر عبر التهيئه العمرانيه، عبر الطرقات، عبر النقل، عبر التشجيع ديال الشغل، عبر مجموعه ديال الحوايج، وهذا الشيء راه كاتبينه في البرنامج ديالنا اللي فيه واحد 10 ديال النقاط الاساسيه.
وهذا الشيء دائما في اطار الاختصاصات المخوله لنا داخل الجامعه ديال المحمديه. نعطي نقطه مركزيه حنا اللي غادي نعولوا عليها، هي النقطه ديال خلق الشغل، لانه هذا الشيء كلشي حنا ضد الاحسان، ضد الصدقه، ضد المغاربه ويطلبونا، وضد المغاربه نبقاو نفرخوا عليهم هذا الشيء ديال انتخابات الفلوس باش يصوتوا علينا. حنا بغينا المغاربه ولاد المحمديه بنات المحمديه يمتلكوا الشغل اللي يحد لهم الكرامه ديالهم، وهذا الشغل احنا بالنسبه لنا كيدخل في اطار الانعاش ديال الشغل اللي هي من الاختصاصات والصلاحيات ديال مجلس الجامعه، حدود ديال الصلاحيات الذاتيه والمشتركه والمنقوله. كانت واحد عدد من المقاولات كبرى بما فيها مقاولات كبرى ساميه مجموعه من مقاولات اخرى تم اغلاقها. اذا الخطوات ديال اذا هذا هو المدخل في انعاش الشغل. احنا نعتبر انعاش الشغل يبدا باعاده فتح مجموعه ديال المقاولات المتوقفه في المحمديه، واللي يمكن مجلس الجامعه يكون عنده دور في الاعاده ديال الاحياء ديالها. ولعل البايز في هذا الشيء اللي كتعيشوا المدينه ديال المحمديه هي القضيه ديال لاسامير، او اللي كيسميوها الناس الجوهره الاقتصاديه او الصناعيه ديال المغرب. لاسامير تخسرت فيها لحد الساعه 4500 منصب شغل بشكل مباشر غير مباشر. تخسرت فيها مليار ديال الدرهم ديال الاجور بالنسبه للعمال المباشرين غير المباشرين. خسرت فيها الفرصة ديال التكوين والتأهيل ديال 1200 طالب وطالبة ديال الجامعات والكليات سنويا. تخسرت فيه ميزانية مهمة للمداخل ديال الجامعة المحمدية. تخسرت فيه ميزانية مهمة للدعم ديال الرياضة والثقافة والفن وما إلى ذلك. إذا بالإحياء ديال هذه المقاولات حنا كنعتبروا بأننا غادي نخلقوا الشغل داخل المحمدية، وكذلك سنساعد كل أصحاب الرأسمال على التوطين داخل المحمدية والاستقرار داخل المحمدية من أجل أنهم يخلقوا مناصب شغل بالكرامة اللازمة ديالها مع الاحترام ديال الحقوق الأساسية اللي منصوص عليها في القانون ديال الشغل. وهذا هو اللي كيستناو الناس ديال المحمدية باش نحدوا من الظاهرة ديال البطالة اللي تكثرت بواحد الشكل كبير من بعد التوقف ديال الشركة ديال لاسامير، توقف ديال فندق أفانتي، توقف ديال فندق ميريديان، توقف ديال إيكوما، توقف ديال بيزيكيلي، توقف ديال بيلس. هادو شركات كبرى كانت كتحقق المئات او اقول الاف ديال المناصب ديال الشغل. نعم. على مستوى الجانب الاجتماعي، يعني الساكنة المحمدية منذ سنوات تطالب بانجاز مستشفى اقليمي، شنو هي يعني التصور ديالكم في الجانب؟ كما قلت في الاول، احنا البرنامج ديالنا هي الانتظار ديال السكان ديال المحمدية. احنا اليوم كنشوفوا ماذا يقع في المستشفى ديال مولاي عبد الله، وكنعرفوا ماذا يقع في كل المستوصفات ونقاط الصحيه داخل المحمديه. هادو مطالب ديال السكان نحن نضعوها في برنامج ديال التحالف في دريه اليسار. وحنا ما كنوعدوش الناس بانه غادي نديروا المستشفى الاقليمي، حنا نوعدهم وسنناضل من اجل ذلك. وقبل ذلك كاين صلاحيات في اطار الصلاحيات الذاتيه ديال المجلس اللي خص يقوم بها، من ضمنها اولا هي الصيانه ديال المرافق الصحيه. لانه الناس كتجي كتالم بالوجع بالكسور او بالجروح، حتى البنيه ديال الاستقبال لا تبشر بخير داخل المحمديه، سواء داخل المستوصفات او داخل المستشفى ديال مولاي عبد الله. بالاضافه الى ذلك، حنا بغينا المحمديه تخرج على الهيمنه ديال الدار البيضاء المركز. حنا بغينا المحمديه تكون مركز جديد لتنميه جديده ديال ما يجاور المحمديه في اتجاه بوزنيقه وفي اتجاه بن سليمان وفي اتجاه البرنوصي. وحنا هاد الهيمنه ديال الدار البيضاء واللي كنعتبروا دائما بان المحمديه ملحقه ديال الدار البيضاء، هي اللي ما خلاتش المحمديه تبني هاد المرافق الاساسيه الكبرى على اساس تاخذ واحد النوع ديال الاستقلاليه للمواطنين ديالها. وهنا في هاد الباب هذايا هاد الشيء كيتحارب، لانه كاين لوبيات ديال الصحه في المحمديه اللي كتنوض ضد هاد الشيء هذايا، واللي فيها النافذين ديال الموالين ديال المدينه اللي ما باغينش هاد الشيء. اذا فلذلك احنا هاد المساله من الاولويات ديالنا ديال مستشفى اقليمي كبير يليق بالتطور السكاني، وكذلك حتى هاد الشيء غادي يستافدوا منه الناس ديال المحمديه، الناس ديال بوزنيقه، والناس ديال بن سليمان، وكل الدواوير والقرى المجاوره للمحمديه، اللي كناكد بان احنا نريد في تجربتنا ان تكون مركزا ولا نريدها ان تبقى على الهامش وملحقة. نعم، على مستوى النقل والتنقل، يعني الساكنة المحمدية كتعاني من عدم الربط ما بين الاحياء ديال المدينة، على مستوى الجانب ديال العالية
لا مستوى المركز ديال المدينه، من جهه اخرى الربط ما بين الدار البيضاء والمحمديه. شنو التصور ديالكم؟ واش يعني انجاز حافلات كهربائيه تراموي داخل المدينه، او الربط ما بين مدينه الدار البيضاء والمحمديه عبر انجاز تراموي؟ شنو التصور ديالكم في الجانب؟ حنا في البرنامج ديالنا اللي كنأكد مره اخرى هو المطالب، لان حتى حنا كندويو بواحد اللغه النقابيه اللي هي المطالب ديال السكان ديال المحمديه. البرنامج ديالنا هو انه المحمديه اولا خصها تفك فيها العزله داخل المحمديه، لان المحمديه مقسمه الى ثلاثه المناطق. كاين المنطقه السفلى مقسمه على المنطقه العليا بالسكه الحديديه، وكاين المنطقه العليا مقسمه على بني خلف وما جاورها بالطريق السيار. بمعنى حتى باش تنقل ما بين هاد ثلاثه المناطق كاينه صعوبه اليوم في المحمديه. اما الخيار هو اننا سنبحث على اساس انه يمكن نتكلموا على انه السكه خصها تحيد من وسط المحمديه ويتغير المسار ديالها بواحد الموقع معين اللي يخلي هذا الفرق ما بين السفلى والعليا يتحيد وتولي مدينه واحده سهل المرور بها. كذلك بالنسبه للانفاق الرابطه ما بين هاد المناطق بجوج خصنا ندفعوا فيها على اساس انه يكون هذا التواصل ما بين المدينه ما يكونش هذا الفرق. اضافه على اساس انه داخل المدينه خاصنا نقل اللي خاص بالعمال، خاصنا نقل اللي خاص بالطلبه والتلاميذ وبأتمانين تفضيليه اللي يشجع ولاد الشعب خصوصا المناطق المجاوره على اساس انها تولج للكليات وتولج للمدارس والمعاهد بشكل سلس. من هنا عاوتاني خصنا نربطوا مدينه المحمديه مع مدينه الدار البيضاء، والحل اللي بالنسبه لنا كنشوفوه واللي ساهل ربما حتى اقتصاديا باش ما نعاودوش الخدمه هو تمديد الشبكه ديال الترامواي ديال الدار البيضاء حتى المدينه ديال المحمديه. هذا بالاضافه ديال الربط الطرقي ديال مدينه المحمديه. خص تعرف اليوم باش انك تركب في الكار ولا تركب في الحافله ما كاينش الامكانيه ديال تركب من المحمديه، بمعنى المحمديه معزوله على المسار الطرقي على 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 المغرب الاخر. دونك لذلك خصنا محطه طرقيه اللي كتربط مدينه المحمديه مع الشبكه الطرقيه المغربيه. نعم، على مستوى الجانب الثقافي ومراكز دار الشباب نلاحظوا ان مدينه المحمديه يعني تأوي مجموعه من الكليات، يعني مجموعه مراكز تقنيه. في الوقت اللي في نفس الوقت كنلقاو ان دور الشباب كنلقاو مصطلح عبد الرحيم بوعبيد هو واحد المعلمه يعني مهمه كيتعرض يعني لعدم الصيانه فضلا عن اغلاق مجموعه من دور الشباب. كيفاش كتشوفوا هذا الجانب هذا؟ انا اللي يمكن نقول في هذا الشيء هو ما سبق لي ان قلته، المحمديه مبنيه فيها مجموعه ديال البنيات الاساسيه في المجال الثقافي، سواء المسرح الكبير الذي يحمل اسم احد المعالم السياسيه المغربيه، او كذلك دور الشباب اللي تقريبا في كل حي باستثناء الاحياء الجديده اللي خاصه حتى هي تدخل هذه القضيه ديال الاحياء ديال دور الشباب. الرجامكم في الصلاحيات ديال مجلس الجماعه هو صيانه المؤسسات العموميه. حنا اليوم الواقع اللي كاين ديال دور الشباب ولا ديال المسرح ولا ديال الثقافه وضع يعني بائس وبائس جدا، بل انه الخطير من هذا الشيء حتى انه دابا تحول لاغراض اخرى. نتكلم لكم على دار الثقافه ولا دابا مستودع لتخزين المعاونه اللي كان كتعطى الناس في الكوفيد حتى انه تبريمات وما طفرها حتى شي واحد فيها. هذا بالاضافه على التنشيط ديال هاد دور الشباب اللي هي عاده يعني مهجوره، الناس ما كيمشيوش ليها. اذا من المسؤوليه ديالنا حنا مستقبلا اذا كنا في التدبير ديال الجماعه ديال المحمديه، طبعا وعطاونا الناس ديال المحمديه الثقه ديالهم، سنعمل كل ما في وسعنا من اجل اعاده تهيئه هذه المنشات اللي كاينين حاليا، فتح منشات جديده في المواقع اللي ما فيها حتى شي حاجه، وكذلك التنشيط ديال هاد المؤسسات هذه من اجل خدمه الثقافه. كيقولوا لنا الناس هذا الشيء راه كان علاش ما دارش؟ بعباره بسيطه، لانه هاد الناس اللي داجوا في التجربه الجماعيه سواء الاحرار او الاصاله والمعاصره او حزب العداله والتنميه، فالثقافه يعني ليست من الاولويه ديال الاولويات في البرامج ديالهم ولا حتى في المكونات الذهنيه والفكريه ديالهم. هذا الشيء ديال الثقافه كاين اللي كيعتبر ربما يعني هو اخر الاواخر، وكاين اللي بالنسبه لي راه مشغول بحوايج اخرين ديال يجمع الفلوس والثقافه ليست في اهتمامه. نعم، شكرا جزيلا استاذ حسين اليماني على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونقول لكم موعدا جديد مع ضيف جديد. شكرا لكم على هذا الاستضافة.